قررت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الانتهاء من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يضم تشكيل لجنة القيم عضوية 14 نائبا آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، تمهيدا لعرض تشكيلي على المجلس وفقا لما تقضي به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.